وهذا يفيدنا معاشر الأحبة الكرام أن موضوع الكبائر موضوع مهم، ينبغي على المسلم أن يكون على معرفة به من أجل أن يتقي الكبائر وأن يجتنبها، فإنه إذا عرفها وعرف خطورتها ووقف على أدلة تحريمها كان ذلك معونة له على البعد عنها واجتنابها. وأحياناً بعض الواقعين في الكبائر يذكر لهم بعض النصوص في الوعيد على فعلها فيبادرون فوراً إلى تركها خوفاً من تلك العقوبات، حتى إن بعضهم يقول لم أسمع بهذا الوعيد إلا الآن، ما سبق أن سمعت به، ولو سمعت به لما فعلت هذا الفعل. وهذا يؤكد أن الناس فعلا بحاجة إلى توعية وتعليم ودعوة وبيان للكبائر وخطورتها ومضرتها العظيمة على الإنسان في الدنيا والآخرة. ويتأكد هذا الأمر في زماننا هذا، لأن وسائل الدعوة إلى الكبائر والآثام وعظائم الذنوب كثرت في زماننا كثرة لم تكن موجودة في زمان سابق، من خلال الأجهزة الحديثة ووسائل الاتصال الواسعة، والتي دخل من خلالها أهل الشر دخولا واسعا عريضا لإيقاع الناس في حبائل المحرمات والمعاصي والذنوب وما يسخط الله سبحانه وتعالى. فأصبح الناس بأمس الحاجة إلى أن تبين لهم الكبائر وتبين لهم خطورة الكبائر حتى يكونوا منها على حذر، ليسلم لهم إيمانهم ودينهم. والإيمان كما أنه فعل للطاعات فإنه في الوقت نفسه اجتناب للخطيئات. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. فهذه الكبائر والذنوب هي ضعف للإيمان، نقص في الدين، واجتنابها إيمان. فالإيمان كما أنه يزيد بفعل الطاعات فإنه كذلك يزيد بترك المعاصي خوفا من الله ومراقبة له جل